القصة الأولى هذا لتعلموا أن أحيانا الإنسان تشغله لذة الدنيا وينسى الآخرة. ولذلك الصالحين أكثر يقظة، أكثر عندهم الصورة أوضح. يعني يذكر أن هنا في عمان في عهد الإمام الخليلي رضي الله تعالى عنه، الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رضي الله تعالى عنه ورحمه، حصلت قصة، وهو أن رجلا كان له أو كانت له زوجة، هذه الزوجة كان عندها ثروة ومال وكانت مسارعة للخيرات، كان من ضمن دأبها وأعمالها الدؤوبة المستمرة أنها كانت تذهب عند الفجر أو قبل الفجر إلى البئر، ظهر بئر عام يعني في المنطقة، وتنزف شيئا من الماء، تخرج يعني كمية من الماء وتتركها للناس لكي يتوضأوا منها ويغتسلوا منها ويشرب منها الناس مثلا يعني. فكان هذا من ضمن أعمالها الدائمة، تذهب قبل الفجر ويعني تبادر إلى هذا العمل الصالح، تهيئ للناس ماء للوضوء ولغيره من الاستعمالات، وربما حتى للماشي الله أعلم. على كل حال، وكان هذا دائما، وكانت هي ذات ثروة وكانت صاحبة يعني عمل صالح، وكانت من حيث السن كانت أكبر من زوجها. ننتقل إلى الزوج، الزوج كان من نوع مختلف، وكان يعني في الحقيقة هو يعني يطمع في ثروتها ويتمنى أن يحصل عليها يوما ما، ولكن الأقدار لم تسعفه في تحقيق هذه الأمنية، لأن المرأة يعني لم تمت في وقت مبكر، يعني كبرت وضعف نظرها لكن ما ماتت، يعني هو يريد أن يحصل على الثروة. فما هي الحيلة المعتادة؟ عادة يسارع الشخص الطامع لكي يدرك غايته قبل أوانها. فالخطة المعروفة المشهورة اللي يفعلها كثير من المجرمين أنه يذهب إلى مورثه فيقتله بشكل من الأشكال. وفعلا الرجل راح يعني في يوم الأيام، وقائمة هي من أجل أن تستنزف الماء من البئر كعادتها، كانت ضعيفة نظر قد كبرت قليلا، فلما رآها واقفة على حافة البئر دفعها وسقطت في البئر. وطبعا خلاص إلى هنا هو انتهت خطته. الآن إيش الخطوة التالية؟ أنه يخفي الجريمة. فذهب إلى مركز الإمامة، مركز الدولة، إلى الإمام الخليلي رحمه الله تعالى، ويعني أخبره بالخبر. قال يقول إن أصحاب القرية الفلانية، قريته هو هذه، يقول قتلوا زوجتي ورموها في البئر. هو راح وصادف الإمام، كان بعد صلاة الفجر وعندهم حلقة قرآن، فأخبره الخبر. استغرب الإمام فعلا، يعني قال وما الذي أصل، ما العلاقة بينك أو بين أهل القرية وبين زوجتك حتى يتفقوا عليها؟ هل تتهم أحدا معينا؟ قال لا، أتهم الجميع. فالسؤال فعلا كان محير، يقول إيش اللي بينك وبين أهل، يعني بين زوجتك وبين أهل القرية إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن يتفقوا عليها ويقتلوها؟ معقول يعني؟ استغرب الإمام فعلا واستشعر أن في الأمر شيء، فحبسه حبسا احتياطيا، فقال ضعوه في السجن، يقول حتى يتبين أمر زوجتك. بعد ذلك فعلا نرجع شوي إلى القرية، ما الذي حصل في القرية بعد ذلك؟ في الحقيقة المرأة لم تمت، لكن عندما سقطت في البئر تعلقت في حبل كان مدلة على البئر، الظهر يستسقي به الناس، فهي قبل أن تصل إلى البئر تمسكت في الحبل ونادت يعني أهل القرية ممن يسمعها، فأغاثوها فنجت من الموت. طبعا كشفت القصة يعني، وبعث والي تلك القرية إلى الإمام الخليلي يخبره بالتفاصيل، يقول هذا الرجل يعني دفع زوجته ورماها في البئر وهرب. طبعا هو 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 هرب إلى الإمام، يعني كما يقال يعني ضربني وبكى سبقني واشتكى، فهم الظهر ما يعرفوا هذا هو هين راح، فقالوا هرب يعني. فوافقت هذه يعني المعلومة عن الجريمة ما كان شك فيه الإمام أصلا. فطبعا بعد ذلك أخذ الرجل جزاءه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انظروا يعني، يا سبحان الله، أنا أستغرب فعلا، يعني امرأة يعني كانت تعمل صالحا وكانت يعني قرينتك في الحياة وصاحبتك، كيف يروق لك وهي تبيت معك كل يوم؟
وهي لا تدري أنها تعيش مع ذئب يعني يترصد ويتمنى موتها في أقرب فرصة. إيش ما هذه العيشة يعني؟ ما هذه القلوب العجيبة الغريبة يعني؟ طيب كيف نسي هذا؟ يعني شغلته الأموال التي في يديها عن آخرته، عن المصير الذي يعني ينتظر من يقتل النفس المؤمنة. لاحظوا، ألم أقول لكم أن الإنسان عندما يغفل عن الآخرة ممكن ينشغل؟ ضوء الدنيا هذا القوي قد يعمي عينيه، أو ضوء المال وضوء الدراهم هذا ممكن يصيبه في عينه فخلاص ينسى أن هناك شيء آخرة. ولو كان تذكر عقوبة الله للقتلة والمجرمين وأن هناك خلودا لا خروج بعده ما كان يفعل هذا. ولو كان مستحضرا ومستشعرا فعلا لمراقبة الله تعالى عليه، وأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله تعالى كان يعني يعلم خطته طوال تلك الأيام التي كان يخطط فيها، يعلم رقيب على قلبه، يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد،